خالد الغندور بيهاجمك يا انكل. يا عم الله يسهله يا عم، يا عم الله يسهله. ضرب في الميت حرام، ضرب في الميت حرام. يا عم الله يسهله يا عم. خالد الغندور ايه اللي انا افكر فيه؟ انت عاوز ربنا ينعم علينا بالنصر الكبير ده على سيده وتاج راسه اللي كان بيقبضه هو والعيال اللي شغاله معاه، وافكر فيه؟ ما يهاجم، ما يهاجم يا سيدي هو وغيره. هو انا هقف عند موضوع الهجوم؟ ما اللي عاوز يهاجم يهاجم، واللي عاوز يشتم يشتم، واللي عاوز يعمل حاجه يعملها. يا ابني دايما خليك معاه. كانت الناس بتستهتر هنا واحنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مرتضى، وينتقم منك ربنا يا مرتضى. اوعى تضغط على واحد، ومش بكلم ان انا مثلا دعوتي مستجابه، لا انا بكلم ان في قطاع كبير جدا ملايين بيأمنوا على دعوته. عسى ان يكون بينهم رجل صالح واحد بس، واحد بس صالح، واحد بس مستجاب الدعوه، واحنا بندعي كده بيأمن ورانا بس. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ هي الناس دي ليها عين تخرج من بيوتها؟ ده خالد الغندور مفترض يعتذر للناس عن تضليل الرأي العام. مش الوقت اللي بينتقد حاجات كانت موجوده؟ طب ما تعتذرش ليه؟ طب ما مرتضى نفسه شتم خالد الغندور على الهوا وبهدله على الهوا اكتر من مره، وفي مره تعاطفت معاه وبعد كده والجمهور قال لي لا ما تتعاطفش معاه، بعد كده لقيته هو جاب مارشدير لورا وبرده سمع كلام مرتضى ورجع لمرتضى تاني. يعني في ناس يعني بيهمها انها تتوافق مع اي حد وتشتغل وتقبل. انا ما بيهمنيش ده، انا يهمني الاحترام. حتى شوف الناس اللي ورايا كلهم محترم، كابتن حلمي طولان، طاهر ابو زيد، الاسطوره صالح سليم، عماد النحاس، كابتن ثابت البطل، محمد الشناوي، كابتن محمد حسن حلمي، مستر جوزيه، عبد الوهاب، عبد الحليم علي، مصطفى عبده، كلها ناس محترمه، كلها ناس. محمد عماره، حسني عبد ربه، احنا بنتكلم على الاحترام، على الاحترام. كره رياضه، نكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ما بنختلفش على ده. الزمالك نادي كبير، والاسماعيلي نادي كبير، والاتحاد والمصر وكل الانديه، الانديه كبيره، والاهلي عم الانديه. لما اجي اقول كده هيقول لي لا اصل انت اهلاوي. يا عم انت، وانا بكلمك بالارقام، بكلمك بالتاريخ، بكلمك بالانجازات، بكلمك بالبطولات. وبنقول القطبين الاهلي والزمالك. مين اللي ما قال مش قطبين؟ رئيس ناديك السابق هو اللي قالك الاهلي كان بيسففكم التراب قبل ما انا اجي، ومفيش حاجه اسمها قطبين، هو قطب واحد بس. مش هو اللي كان بيقول كده؟ بتيجي تقول لي بقى انت مش عارف ايه، اصل انت بتفخم في الاهلي. يا ابني ده حقه، واحد فاز بكل البطولات. اقول ده الاهلي وحش؟ اقول ايه يعني؟ اقول الاهلي بيكسب البطولات بالحظ او بالحكام زي ما بعض المعاتيه بيقولوا؟ يا عم اما لعيب طلع كويس امبارح اشدنا بيه، عفيفي بيقارنه بميسي. هلا هلا يا عم، بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ اه لعيب كويس لكن محتاج يتظبط سلوكيا واخلاقيا، يتفرمل، ما تعلهوش او ما تنفخوش او عشان ما يبقاش بالونة والطاق. خليه يتعلم من الناس اللي في الفرقه، خلي محمد عبد الشافي نموذج في الاخلاق والاداء وكل حاجه. فما تجريش قوي كده والمساله تلعب معاك. اخبار مؤمن زكريا ايه؟ مؤمن زكريا ماشي زي الفل، هو اللي كان قال اسبوعين وهتشوفوني بخير ان شاء الله. ليونا هيما انا من متغامر، اخوك من متغامر، يا ريت تقرا رسالتي. بقى من المحزن لما اقول ان من متغامر الناس تفتكر مرتضى. لا يا عم، الناس دلوقتي بتفتكر الشيخ الشعراوي، لان اهالي متغامر العظام هم اللي انابوا عن الشعب المصري في اسقاط هذا الرجل في الانتخابات البرلمانيه. لهم كل التحيه وكل التقدير، ولكل الاصدقاء وفي مقدمتهم سياده اللواء طيار علي الديب وكل الناس اللي لعبت دور مهم في هذا الامر، لهم كل التحيه وكل التقدير. مش حاطط صوره ابو تريكه ليه؟ لا، في التابلو الثاني. استاذ ابو المعاط، ايه اخبار سيف الدين الجزيري للزمالك؟ الزمالك مش متحمس ليه قوي عشان لعب كونفدراليه، فمش هيلعب في دوري الابطال افريقيا. فالزمالك عينه وبيجيب فرويد ما يكونش لعب في افريقيا عشان يكمل معاك المسير. يا انكل عجبك التيشيرت الرصاصي لنادي الاهلي؟ لا ما عجبنيش والله، ما عجبني. انت عندك حق، الاهلي احمر، اعمل اي حاجه بقى في المساله دي، لكن الرصاصي ده الازرق ورضينا بيه. لا لا لا، انت اروح للرصاصي وعم يفكرني بالقلم الرصاص؟ لا يا بيه. يا انكل ايه رايك في احمد زقله باكي من طلع الجيش؟ ما اعرفش والله. من السعوديه بنحبك فعلا. محمد منصور، ابو تريكه راجع مصر؟ احنا جبنا
الاستاذ محمد عثمان المحامي الكبير محامي ابو تريكه، وقال لي لسه، وقال لي على شويه حاجات انا مش عاوز اقولها، يعني مش عاوز اقولها عشان حبايب ابو تريكه ما يزعلوش، مش عاوز اقولها دلوقتي، لكن في امور معينه لسه ما خلصتش، فلما تخلص يرجع بالف سلامه ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.